السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة المبدأ، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن فكرة جميلة جدا باستخدام عدسة الرسيفر المينيا. طبعا عدسة بتكون من كابل في أربع أطراف، طرف الفي سي سي أو الطرف الموجب 5 فولت موجب، وطرف السالب الجراوند، وطرف الإشارة إشارة الأي آر، والطرف الرابع ده بيكون خاص بالساعة اللي هي موجودة في الكلوك او الخاص بالارقام اللي تبقى ظاهره في العدسه. العدسه اللي معايا النهارده تتكون من ثلاثه اطراف زي ما قلت لحضراتكم، طرف الفي سي سي، الطرف الموجب 5 فولت، طرف الجراوند، طرف الاشاره الخاصه بالاي ار. طبعا ده معانا اي ار بيتكون من ثلاثه اطراف، الطرف على اليمين هو طرف دخول الموجب الفي سي سي، الطرف الاوسط هو دخول الجراوند الارضي، الطرف الثالث هو خروج الاشاره السلبه المتقطعة عن طريق الترددات الخاصة بالريموت كنترول. معنا مقاومة بحيث الليد يشتغل لما نشغل أو لما نوصل العدسة بمصدر 5 فولت. النهاردة احنا هنحول العدسة ده هي إلى جهاز لفحص الريموت كنترول أو ريموت الريسيفر أو أي ريموت كنترول أو أي ريموت يطلق أشعة تحت الحمراء بحيث نختبره شغال أو مش شغال. هنعمل إزالة للكابل الخاص بالعدسة، هنجيب لمبة ليد زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الطرف الأطول هو الطرف الموجب والطرف القصير هو الطرف السالب. هنوصل الطرف السالب بالطرف الثالث للآي آر الطرف الأطول، هنوصله بطرف دخول الموجب زي ما حضراتكم شايفين الليد اللي احنا ركبناه. فاضل بقى نركب وصلة USB، ده وصلة شاحن موبايل أو أي وصلة USB أو من ماوس أو من ريسيفر، بتكون من أربع أطراف، طرفين لنقل الداتا والطرف الموجب والطرف الأرضي في الـ VCC أو طرف الدخول الموجب. ونوصل الطرف السالب في الجراوند. بعد ما انتهينا من التوصيل هنركبها في العلبة المخصصة لها. بعد ما انتهيت من تقفيلها زي ما انتم شايفينها، هنجيب شاحن موبايل عادي هنركبها زي ما حضراتكم شايفين، هنوصل بالكهرباء. هنجيب اي ريموت تلفزيون نجربها. دلوقتي احنا حولنا عدسة الريسيفر الى جهاز اختبار الريموت. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة عن كيفية الاستفادة من عدسة ريسيفر قديمة تلفة حولناها لجهاز فحص الريموت. شكرا متابعين قناتكم بتاعنا، اتمنى تكونوا استفدتوا معنا. رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.